السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة علم الزراعة. إن شاء الله النهاردة هنوريكم طريقة زراعة الذرة. هنبدأ إن شاء الله بداية من حراك أو حرس الأرض. هيتم طبعا حرس حرستين متعامدتين على الأرض ويشمسوا، وبعد كده هيبدأ إيه نخططهم خطوط بالخطاطة. فإذا حضرتكم زي ما انتم شايفين ده المحلات الزراعي بيحرط في الأرض. دي أول خط أو أول وش في الحلات. على كده إن شاء الله هنتابعكم بعد ما يخلص وهنوريكم التربة وهي مع بعد ما تمينا احراس الارض مرتين متعامدتين بدأنا في تخطيط الارض زي ما حضرتكم شايفين. الخطوط زي ما حضرتكم شايفين دلوقتي بدأ المحلات في التخطيط. طبعا بعد ما خططنا الخطوط زي ما انتم شايفين قفلناها باستخدام آلة التخطيط. ده نوع الذرة اللي احنا هنزرعه. النوع ده اسمه هاي تك. هيتم الغرس هكذا بالظبط بين كل واحدة والتانية 15 سنتي. فهنرجع لكم بعد غرس الذرة فتابعونا. ودي خطوة رش المبيدات. هرش اول حقن المية نوضعها في السعري 20 لتر، وهنضيف الرش المبيد ده للقضاء على الحشائش بحيث انها تخليها تعدز ما بتنبتش، بحيث لا تشكل عائق على محصول الذرة. هيتم وضعها وإذابتها ونوضع باللتر في كل 20 لتر، بحيث ان احنا ايه ده محطوط في مية كد 10 لتر، نوضع 20 لتر في اللتر بمقدار لتر سائل الى اللي هي ماكينة الرش اللي هي سعة 20 لتر ماء. دي الاضافة، ده القضاء على الحشائش. بيترش بعد غرس البذور قبل الري خالص. طبعا ده الخطوة الأخيرة وهي ري الذرة، الرية الأولى إن شاء الله هنتابعها خطوة بخطوة. وده بعد 10 أيام بالظبط من زراعة زي ما حضراتكم شايفين. بعد 10 أيام بالظبط
من زراعة، بدأت تطلع الزرع زي ما احنا شايفين تنمو. ان شاء الله في الوقت ده هنرويها رية خفيفة، بحيث ان هي لو في حاجة ما نبتتش تنبت، وبعد كده هنصبر عليها ويتم عزيقها ان شاء الله. فتابعونا. بعد 15 يوم بالظبط زي ما حضراتكم شايفين الزرع بقي شكله عامل ازاي بعد 15 يوم من الري السابق اللي هو الري اللي فات. طبعا هيتم دلوقتي تسميده بالسماد الازوتي. طبعا احنا ما عزقناهش لان الحشائش المبيد ما جعلش الحشائش تنبت خالص، فان شاء الله هيتم عزيقه تقليبه بحيث ان التراب يسند النبتة بعد الري دي ان شاء الله. فحضراتكم زي ما شايفين ده التسميد، ودي الخطوة الأخيرة، وطبعا هي ري الذرة بالمياه، وهذه الرية معناها غسيل، بنسميها يعني غسيل الذرة اللي هي الذرة الشامية، بنغسلها بالمية بأول تسميد وهو السماد الأزوتي. إن شاء الله هنتابع معاكم الخطوات كلها بإذن الله، فتابعونا ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا إذا كانت هذه أول مرة لكم، والضغط على زر اللايك ومشاركة فيديوهاتنا مع جميع أصدقائكم لكي يستفاد بها غيركم. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.